السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير كده، ويكون ذاكرتوا يونت 1 مذاكرة كويسة، وشفتوا الأربع دروس اللي احنا نزلناهم ليكم في اليونت دي. النهاردة آخر درس في يونت 1، ومن الدروس المهمة جدا. ليه؟ لأن احنا بس مش هنحل بس كمان على يونت 1، لأ، احنا كمان هنعرف مع بعض ازاي نتعامل مع كل سؤال من أسئلة الامتحان. فالدرس ده مهم جدا جدا جدا، لاننا بعد كده هنحل مباشرة، مش هنقعد بقى نعيد نفس الكلام مرة تانية. فيلا بقى مع بعض، اللي مش مركز يركز كده كويس، عشان فعلا درس مهم جدا جدا. اول سؤال بيكون معانا في الامتحان هو سؤال الليسنينج. السؤال ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص صغير جدا جدا بيكون فيه بعض المعلومات. مطلوب منك ايه؟ ان انت تسمعه كويس، تمام، وتجاوب على الأسئلة دي. طيب ازاي يا مستر بقى نتعامل معاه؟ كنا حلينا عليه قبل كده، وزي ما قلت لكم بالظبط، كل اللي علينا نعمله نقرأ الأسئلة الأول ونشوف كده ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. اول سؤال مثلا بيقول How often do you go to school a week؟ كم مرة بتروح المدرسة في الأسبوع؟ يبقى احنا بندور على ان في القطعة مكتوب كام مرة بنروح المدرسة في الاسبوع. طيب كويس، How do you go to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ هل بتروح بالعربية ولا بالباص ولا على رجلك؟ فبرضو لازم ندور على حاجة زي دي كده ناخد بالنا منها. What do you like؟ ايه اللي انت بتحبه؟ هل الشخص اللي بيتكلم في النص بيحب الكورة ولا باسكت بول، كرة السلة، ولا العوم، سويمينج؟ Who do you play with؟ انت بتلعب مع مين؟ صحابك، العيلة بتاعتك، ولا اخواتك؟ تعالوا اقرا لكم النص بقى بسرعة، وعايزكم كل سؤال، يعني انا هقرا النص اهو، انتوا تكونوا بتجاوبوا الاربع اسئلة. طب لو ملحقتش وقف الفيديو وجاوب الاربع اسئلة، او ارجع تاني اسمع النص وجاوب الاربع اسئلة قبل ما الاجابات تظهر. النص بتاعنا بيقول ايه؟ I go to school 5 days a week. I usually go to school on foot because it's near my house. In my free time I like playing football with my friends. مرة تانية. I go to school 5 days a week. I usually go to school on foot because it's near my house. In my free time I like playing football with my friends. اعتقد كده الدنيا وضحت. وخلي بالكم برضو حاجة تانية، النص بيكون عبارة عن حوالي اربع جمل، كل جملة بيكون فيها اجابة على السؤال من الاسئلة اللي قدامك دي، وكمان بشكل كبير جدا بتكون مترتبة. يعني اول جملة تلاقي اجابة اول سؤال، تاني جملة تلاقي تاني سؤال، وهكذا. ولكن احنا بنسمع زي ما اتفقنا بقى، نقرأ الاسئلة كويس، نسمع النص كويس، ملناش دعوة بقى باول وتاني والكلام ده. ولكن انا بقول لك ايه من الحاجات اللي لاحظتها في النصوص. اول اجابة طبعا هتكون 5 days، بيروح 5 ايام، بيروح المدرسة على رجله on foot لان المدرسة قريبة منه. بيلعب ايه؟ بيلعب كرة قدم. مع مين؟ مع اصدقاء. دي كانت اول اجابة اول سؤال. طيب السؤال التاني عندنا سؤال المحادثة، وبعد كده سؤال محادثة صغيرة جدا كده. تعالوا اما نقرأ مع بعض ونشوف هنجاوب عنه ازاي. طب احنا ازاي نجاوب عن سؤال المحادثة يا مستر؟ تجاوب على سؤال المحادثة ان انت تذاكر ليسن 3 و4 كويس قوي، تتفرج على الشرح بتاعهم كويس، ذاكرهم كويس، تقدر تجاوب سؤال المحادثة بتاع الدرس. What's your date of birth؟ ايه تاريخ ميلادك؟ فاكرين كان لما نيجي نقول تاريخ ميلاد كان في طرق، فاكرين علمت لكم على طريقة سهلة جدا، كانت ايه بقى؟ كانت It's 7th September 2003. بنحط كلمة It's بس ايه؟ في الاول. طيب لو هو مش مدينا حاجة خالص هنكتب التاريخ ده، هنكتب اي تاريخ عادي يعني، ولكن ايه؟ اتس، وبعد كده ايه؟ التاريخ. اليوم لو اليوم من اربعة واحنا طالعين بنحط تي اتش صغيرة فوقيه، وبعد كده الشهر، وبعد كده فاصلة، وبعد كده السنة. and what's your نقط number؟ يا ترى نمبر ايه بقى؟ اتس كذا 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 كذا، يبقى ده رقم ايه؟ ده رقم التليفون. يبقى what's your فون نمبر، ايه رقم ايه التليفون بتاعك؟ فقال له الرقم. اخر حاجة بقى وات نقط دو يو لايك، وات نقط دو يو لايك برضو مش عارفين. فهنا في اي نقط فوتبول، فوتبول دي تعتبر مادة ولا
رياضة، طبعا رياضة. يبقى what sport do you like، ايه الرياضة اللي انت بتحبها؟ فهيقول I like football. طب حد شاطر بقى يبقى يجاوب لي في التعليقات، ليه قلنا I like مش I likes؟ ليه ما حطناش اس بعد like؟ هستنى اجابتكم في التعليقات. طيب هنا بيقول What's your favorite subject؟ طالما بنسأل عن بيسأل عن favorite subject، مادتك المفضلة، اكتب مادتك المفضلة. بتكتب ازاي؟ لو انت عايز يعني تختصر وتنجز بتكتب اسم المادة على طول. طب لو انت طالب شاطر بقى وعايز تفهم المصحح ان انت طالب شاطر، تقوم قايل ايه؟ My favorite subject is، وبعد كده تكتب الايه؟ المادة بتاعتك. My favorite subject تحفظها. لما يسألك عن مادتك المفضلة، My favorite subject is مثلا English. طب لما يسألك عن رياضتك المفضلة، My favorite sport is football مثلا. طيب هنا عندنا نقط، وبعد كده في ده ايه؟ 55 عرابي ستريت الجيزة. طبعا واضح ان ده ايه؟ عنوان. يبقى احنا هنسأل ايه؟ What is your address؟ العنوان بتاعك ايه؟ وبرضو كانت عندنا في lesson 3 و 4. يبقى اللي مذاكر درس lesson 3 و 4 يقدر يحل السؤالين دول بمنتهى السهولة. وزي ما شفنا كده السؤال ازاي بيتعمل، وازاي بنعمل الجملة، وازاي بنكتب الاجابة بشكل كامل، كل الكلام ده ادينا شفناه دلوقتي. طبعا المحادثة هنا بيكون كلمة واحدة، اما هنا بتكتب ايه؟ الجملة كاملة والسؤال كامل. نيجي على سؤال القطع. طب سؤال القطع هنتعامل معاه ازاي؟ زي الليسننج بالظبط، ولكن اسهل. اسهل في ايه؟ ان الليسننج انت بتسمعه مرة او اتنين وخلاص، اما السؤال بتاع القطع لا، القطع قدامك اهي، فانت هتقدر تشوف لو انت ايه يعني لو نسيت تقدر ترجع تاني تشوف. طيب بنعمل ايه؟ برضو بنقرا الاسئله الاول عشان نحدد. What does Tamer like doing in his free time؟ حط كده خط تحت in his free time وخط تحت like. هو بيحب ايه في وقت، يعمل ايه في وقت فراغه؟ like doing بيحب يعمل ايه في وقت فراغه؟ ماشي، دي حاجه نركز عليها. هو بتسال عن الشخص. are Tamer's friends، لاحظوا ان هنا جمع، مين اصدقاء تامر؟ تمام، يبقى كده هيبقى فيه اشخاص. What's Tamer's favorite subject؟ اكتر ماده تامر بيحبها ايه هي؟ بعد كده تامر often talks to his نقط in England، في شخصيه هتكون معانا في انجلترا. يا ترى الشخصيه دي مين بقى؟ هل ابن عمه ولا والده ولا جده ولا امه؟ كاراتيه از نقط، دي مش محتاجه بقى ان احنا ايه نستنى القطعه. كاراتيه بتكون ايه؟ رياضه ولا ماده ولا لون ولا فود؟ واضح قوي يعني. تعالوا اما نقرا بقى القطعه بتاعتنا، هقرب لكم الصوره عشان تكون واضحه بالنسبه لكم بشكل احسن. My name is Tamer، اسمي تامر. I am 11. I like English، انا بحب الانجليزي. تمام، لحد دلوقتي مفيش اي حاجه في الاسئله بتاعتنا. برضو وانت بتقرا القطعه دايما اقف كده عند ايه؟ كل نقطه، كل فاصله، وشوف كده هل في اجابه سؤال جت ولا لا. مفيش، طب كمل. But art is my favorite subject، كان في سؤال عن my favorite subject، فاكرين عاملين جرس انذار هنا اهو، عاملين خط احمر ليه؟ عشان favorite subject. مين بقى الفيفوريت subject؟ art، يبقى الرسم هي ايه؟ مادته المفضله. طيب كده جابت سؤال. I like painting in my free time. in my free time الجرس التاني اهو، in my free time. طب هو بيحب يعمل ايه؟ بيحب يرسم. يبقى كده جبنا سؤالين. I live in a village called السبع ابار، مش ما تهمناش، near اسماعيليه. my friends اصدقائي are ياسر عند علي، احنا بندور على اشخاص اصحاب تامر. تمام، مين بقى؟ ياسر وعلي. يبقى كده جبنا اجابه التلات اسئله المقاليه. طيب ياسر is 11 to but علي is 12. ياسر is very good at sports، he loves karate، he plays in a football team to علي is good at languages. كل ده ما يهمناش. he speaks English very well، هو بيتكلم انجليزي ممتاز. he often talks to his cousin in فين؟ in England. in England انذار كمان اهو، كان بيكلم مين بقى؟ بيكلم his cousin، يعني مين؟ يعني ابن عمه. تعالوا بقى كده اما نشوف الاجابات بتاعتنا. يبقى اول اجابه painting، او هنقول تامر likes painting، تامر بيحب الرسم. مين اصحابه؟ ياسر وعلي. ايه مادته المفضلة؟ art، او ممكن نقول ايه زي ما خدنا بقى his favorite، بس هنا هنقول his ليه؟ لان بنتكلم عليه هو، مش هينفع نقول my. his عشان ايه؟ بنتكلم على زي ما هنا كده في ايه
his free time. بنتكلم على شخص ايه مختلف. طب لو بنت كنا نقول her free time. His favorite subject is a is art. طيب تامر كان بيكلم مين؟ طبعا his cousin. كاراتيه بتكون ايه؟ بتكون رياضة بمنتهى البساطة. اعتقد سؤال سهل جدا، يعتبر اسهل سؤال في الامتحان. نيجي على القصة بتاعتنا الجميلة، وهنشوف دلوقتي هل الشرح بتاعنا كان مفيد وكويس واسئلة بتيجي منه، ولا احنا ضيعناكم بقى ومفيش اسئلة بتيجي منه. تعالوا ما نبص مع بعض ونحكم. سانتياغو is an old. سانتياغو بيكون old ايه؟ حتى انا بحطها لكم الصورة في يعني في بداية الفيديو كده، تلاقوا الصورة بتاعت الفيديو قبل ما تدخلوا. هو old ايه؟ طبعا هو old fisherman، هو صياد كبير. تمام؟ طبعا اللي ما يعرفش الحتة دي يعني يبقى ما عداش على القصة خالص، ده هي اساس القصة. سانتياغو توكد تو مانولين اباوت ذا. بيتكلم مع مانولين عن ايه؟ هل عن الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل ولا عن الظهر، فترة الظهر؟ طبعا كان بيكلمه عن الماضي. طيب السؤال اللي بعد كده، why did the old man sail his boat far out to sea؟ السؤال ده بالنص قلته لكم. السؤال الثاني في بارت 2 كانت اجابته ايه؟ كانت اجابته because he thought he could find a big fish. هو دخل جوه في البحر علشان كل ما يعني يبعد بعيد في البحر والمكان يبقى غويط كده، كل ما يقدر ان هو يلاقي سمكه كبيره. Is it important to help old people؟ هل من المهم ان احنا نساعد الاشخاص الكبيره؟ لو انت رايك انه اه ليه، لو انت رايك انه لا ليه. السؤال ده برده كان في بارت 2 انا مليته لكم، ما كانش قدامكم كده، انا مليته لكم قبل ما نختم الفيديو. كانت الاجابه ايه؟ طبعا yes it is، طبعا دي حاجه مهمه جدا. Because they need help as they sometimes can't do things for themselves. لانهم احيانا او ساعات كتير ما بيكونوش ايه عارفين يعملوا الحاجه لنفسهم لانهم ناس كبيره. نيجي على سؤال الاختيارات. I like، انا بحب ايه؟ طبعا دي سؤال سهل جدا لاننا لسه حالين زيه بالظبط في المحادثه. I like painting، انا بحب الرسم. امال از نقط، ما نقدرش نحدد حاجه. طب نحدد منين؟ من بقى اللي بعد النقطه، ده مفتاح الحل. She doesn't know any students in her class. هي مش عارفة ولا طالب في الفصل بتاعها. يبقى هي فخورة ولا جديدة ولا قديمة ولا كبيرة؟ طبعا هي جديدة لأنها مش عارفة ولا حد في الفصل بتاعها. We not laugh at each other. برضو مش عارفين فين الحل. مفتاح الحل اهو. It's a bad habit. إنها عادة سيئة. يبقى احنا بنعملها ولا بنعملهاش؟ يعني يبقى احنا ايه؟ ما بنعملهاش. We never laugh at each other. احنا عمرنا ما بنضحك على بعضنا او بنسخر من بعضنا. My نقط of pairs. بس المستر قال لنا في الدرس الثالث والرابع في التدريبات، الدرس اللي فات كده قلت لكم دي حاجه من اتنين، يا اما place of pairs يا اما date of pairs. طيب نعرف منين ده الاثنين في الاختيارات يا مستر؟ كده هتضيعنا. نعرف من اللي بعدها بقى، هل هنا في تاريخ ولا في مكان؟ هنا في مكان، يبقى place of birth. طب لو كان هنا في تاريخ كانت بقت date of birth. Does your father know how to work؟ طالما في does دور على الفعل في المصدر على طول. Drive. طالما في does دور على الفعل ايه؟ في المصدر، سواء do او does او did بيجي وراهم الفعل في المصدر. I always know my teacher for help. حليناها في الدرس اللي فات، قلنا for help يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنسأل عن ايه؟ عن المساعدة، بنطلب المساعدة. I always ask my teacher for help. After school I know at lunch and do my homework. I بتاخد has ولا have؟ فاكرين؟ في الدرس الأول خالص. برافو عليكم. I have lunch and do my homework. We should always be not to new students. لازم أن نكون ايه بالنسبة للطلبة الجديدة؟ قاسيين، عاطفين، سيئين، ولا حزينين؟ لازم أن نكون طبعا kind، يعني ايه؟ عطوف. موضوع بسيط ازاي؟ حد مذاكر بس هو اللي يقدر يحل بالبساطة دي. My brother اخويا never tell lies. هل هي tell؟ فكروا كده. لا مش tell. ليه بقى؟ لان my brother مفرد، والمفرد في وطبعا never دليل على زمن المضارع البسيط، والمضارع البسيط لما بيكون الفاعل مفرد بنحط للفعل اس
او اي اس او اي اس زي ما خدنا في القواعد. يبقى القاعده بتاعتنا ان احنا بنضيف مع المفرد، هنا هنضيف ايه؟ هنضيف اس بس. يبقى my brother never tells lies. I live in Cairo in a nice department. انا بعيش في القاهره في قسم جميل. هل انا بعيش في قسم؟ لا، هي كلمه شبهها، هي مش department، هي apartment، في ايه؟ شقه جميله. What often do you surf the internet؟ هل بنسال بوات؟ وات اللي بتيجي مع often؟ لا، هي ايه؟ how often. How often do you surf the internet؟ بعد كده عندنا اخر سؤال، سؤال الباراجراف. طيب انا حليت معاكم قبل كده الباراجرافين، فاكرين القواعد قلنا ايه؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. بنسيب مسافة في الاول، بعد كده نبدأ بحرف كابيتال، نكتب جمل بسيطة زي ايه؟ هو بيقول لنا اكتب عن الكمبيوتر ستاديز، ليه حصة الكمبيوتر يعني دراسات الكمبيوتر. I do computer studies. خدنا I do computer studies، خدنا ان computer studies بيجي قبلها do. I do computer studies at school. ادي جملة، هل فيها مشكلة دي؟ ادي جملة من الست جمل. It's my favorite subject. هل دي فيها مشكلة؟ مش دي مادة؟ قول ان هي مادتك المفضلة بس. او it's not my favorite subject، ان هي مش مادتك المفضلة، زي ما تحب. طيب بعد كده we have computer studies twice a week. احنا عندنا حصتين كمبيوتر في الاسبوع، برضو ما فيهاش اي مشكلة. طب افرض كان قال لنا اتكلم عن الانجليزي، يبقى we have English twice a week. افرض قال لنا عن الجيوغرافي، يبقى we have او social studies، we have social studies twice a week، وهكذا، بتغير المادة بس. This subject helps me a lot. دي نحطها في اي مادة، اي مادة حطها. My father bought me a new laptop to practice at home. والدي اشتري لي يعني لابتوب جديد علشان ايه؟ اتدرب في البيت. In my free time I usually learn a lot through the computer. انا بتعلم كتير من خلال الكمبيوتر. وبكده نكون خلصنا يونت 1 كامل، واعتقد ان احنا كده يعني كنا الحمد لله قفلناه بشكل كويس جدا جدا. الناس اللي هتذاكر الخمس دروس بتوع يونت 1 وهتذاكر الثلاث دروس اللي نزلناهم في تشابتر 1 باذن الله يعني صعب جدا لو مذاكرهم كويس تغلط في اي سؤال فيهم، صعب جدا 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 يعني. ده خلصنا كده يونت 1، ان شاء الله هندخل بقى على يونت 2 ونبدا ان احنا نمشي اسرع شويه علشان نقدر نخلص ونقدر ان احنا نراجع، يكون عندنا في وقت المراجعه كبير. نشوفكم على خير، اي سؤال تقدروا ان انتوا تسيبوه في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.